السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: حملة عراقية لمقاطعة المنتجات الإيرانية. مشاهدينا، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، قبل الذهاب إلى فاصل نود التنويه إلى أن قناة الرافدين ستتحول إلى نظام بث HD اعتبارا من الأول من شباط فبراير 2022، وسينتهي العمل بنظام SD في تاريخ 28 من شهر شباط فبراير من نفس العام، لذا اقتضى التنويه لحضراتكم. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام HD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اليوم الموضوع نتحدث عن الحملة العراقية التي أطلقها عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الإيرانية، الحملة بعنوان خليها تخيس. هكذا أطلق العراقيون التسمية على هذا الوسم، وهكذا أطلق العراقيون الاسم على هذه الحملة التي يريدون أن تنتشر في كافة المحافظات العراقية، لعل وعسى أن تكون رادعا لإيران، قاطعا للأنبوب الاقتصادي الذي تعتاش على العراقيين من ورائه. طبعا إيران هي دولة تصدر إلى دول كثيرة، ليس العراق فقط، لكن هناك أخصية لهذا العراق، هناك خصوصية، هناك تميز للعراق في زمن حكومات الاحتلال بالنسبة لحجم الصادرات الإيرانية التي تأتي إلى العراق، والعائد المادي الكبير الذي يعود على إيران نتيجة السوق العراقية المفتوحة أمام إيران، المفتوحة أمام غير إيران طبعا، لكن إيران بشكل أخص باعتبارها الدولة المؤثرة في العراق، الدولة المتحكمة بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي والعسكري في العراق، الدولة التي تطيعها أحزاب السلطة، الدولة التي تبادلها المشاعر الميليشيات الموجودة، التي تكن لها كل فروض الطاعة والولاء هذه الميليشيات الموجودة في العراق، التي تسمي نفسها المقدسة وغير المقدسة من هذه الأسامي. دعونا نتحدث مع حضراتكم ولحضراتكم ببعض الأرقام وبعض التصريحات الرسمية التي تخرج من العراق والتي جاءت من إيران، التي تتحدث عن مدى استفادة إيران من السوق العراقية ومدى فشل حكومات الاحتلال بتركهم العراق رهينة للغير وتتحكم بمصير شعبه دول وحكومات أخرى. نبدأ بالحديث عن مصلحة الجمارك الإيرانية التي قالت إن العراق يحتل المركز الأول في مجال استيراد البضائع الإيرانية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، وأن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران تجاوز 10 مليارات دولار في عام 2020 بحسب رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق يحيى آل إسحاق. هناك أيضا أرقام متعلقة بعدد المصانع العراقية والمعامل المتوقفة عن العمل،
وهو طبعا بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن فهناك أكثر من 277 مصنع ومعمل تابع لشركة أو لشركات القطاع العام في العراق، أعداد المعامل العاملة منها 140 فقط. بحسب أيضا بيانات وزارة الصناعة والمعادن فإن هناك نحو 18,167 مشروعا صناعيا عراقيا متوقفا عن العمل لأسباب مختلفة. أيضا هناك تصريح من رئيس اتحاد الصناعات العراقية علي الساعدي الذي قال إن هناك 54,000 مشروع مسجل في الاتحاد، اتحاد الصناعات العراقية، وكذلك 21,000 مشروع لدى مديرية التنمية الصناعية أكد توقف 90% من هذه المشاريع. لماذا تحارب المشاريع العراقية؟ من المستفيد بإيقاف هذه المشاريع وجعل العراق بلد مستهلك يعتمد على الآخرين في بضائع؟ معنا اتصال السيد أبو علي من البصرة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو علي. أخي العزيز تفضل. حملة على البضائع الإيرانية مو تادي؟ أي نعم. زين ليش ما نسوي حملة على البضائع السعودية اللي دمرت البلد ودخلنا في داعش والقاعدة وبالتالي تكو علاقات جيدة رغم هذا الإرهاب اللي دمروا في بلدنا؟ شلون؟ ليش ما نسوي حملة ضد السعودية؟ طيب وبعد إيش عندك؟ لا أنا بدك تجاوبني. لا أنا مو مكان أجاوبك، بس حطرح عليك بعض التساؤلات هسه، بس أريدك تكمل. يعني بس أطرح. ها؟ نادي تسمعني؟ أسمعك. من بعد إطاحة صدام حسين ولحد هذا اليوم أذيتنا ودمارنا هي من السعودية. السعودية صنعت داعش والقاعدة. السعودية دمرت بلدنا. طيب. السعودية هي كلة العراق. المفروض هسه من الحكومة العراقية تطالب السعودية بتعويضات في دخول داعش والقاعدة. طيب. أنا راح أقول لك كمل. لا 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 لحظة حتى لا تروح تستفسر. أصبر. أبو علي هنا أنا مو مجال حتى تقعد تسترسل لي وتطلع اللي عندك في مواضيع مختلفة. خلينا وحدة وحدة وعلى كيفك. أولا اليوم الموضوع عن الصناعة العراقية وعن جعل العراق بلد مستهلك ومستورد. المستفيد الأول من تصدير المنتجات إلى العراق بحسب تصريحات إيران نفسها هي إيران، بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين، العراق البلد الأول في شراء المنتجات الإيرانية. بدل ما تقول لي ليش السعودية وليش ما تحاربون السعودية وتبعد المشاهد عن إيران، أنا أريد أسألك ليش ما تقول دعونا نقاطع كل الدول، دعونا نعتمد على أنفسنا، دعونا نعيد الصناعة المحلية العراقية إلى ما كانت عليه؟ ليش ما تتفضل بهذا الكلام؟ ليش داخلي مشحون على السعودية؟ من أدخل داعش إلى العراق هو بشار الأسد اللي اليوم ميليشياتكم تذهب للدفاع عنه. بحديث نور المالكي، بحديث نور المالكي الذي قال سابقا في تصريح سابق داعش صنيعة النظام السوري، نظام الأسد، ونظام بشار الأسد هو راعي الإرهاب. هذا حديث وتصريح نور المالكي جاي يتفرها على السعودية وكذا. بغض النظر هو ليس دفاعا عن أحد، لكن لا تدخل لي بمعلومات مضللة وانت مشحون وتريد تلغوط الموضوع وتشوش فكرة المشاهد. أنا دا أحكي عن المنتجات الإيرانية وعن الصناعة العراقية. ليش ما تقول دعونا ندعم المنتج الوطني؟ ليش ما حكيت هذا الكلام؟ أدعم المنتج الوطني. زين أنت في برنامجك ليش ما تقول خلينا نقاطع البضائع دول الجوار بأكمله؟ ليش نقول إيران؟ خب خلينا نقول السعودية وياها، خلينا نقول الأردن، وخلينا نقول تركيا. تمام. حتى أنا ما تحدث بهذا الاتجاه. الدولة الأكثر تأثير على السوق العراقية هي إيران باعترافات إيران يا أخي. اذهب إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين، هم يقولون
بأن العراق المتصدر في الاستيراد من إيران. حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران يفوق بأضعاف كثيرة حجم التبادل بينه وبين السعودية أو الأردن أو غيرها. هذا هو السبب الذي يدفعنا لنقول ليش اليوم العراقيين أطلقوا حملة خليها تخيس لمقاطعة المنتجات الإيرانية. تفضل. لا لا شوف خلي أقول لك إياها، هذه اللي يقولوها بالتواصل الاجتماعي أي. هؤلاء مرتزقة، هؤلاء حقيقة هم متابعين سعودية. طيب. من المستحيل هذول العراقيين. انا خلاص انا فهمت انت ايش تريد توصل. انا اشكر حضرتك يا ابو علي، شكرا جزيلا للمشاركه. اذا انت تنظر الى العراقيين بانهم مرتزقه، هاي مشكله بعد هم يردون عليك بها. عندما تقول على ابناء بلدك الذين يطالبون بمقاطعه ايران لانهم ينظرون الى ايران بانها بلد دمر العراق، بلد نشر الارهاب في العراق، بلد يتحكم بمصير وقرار العراقيين، أنت تقول عليهم مرتزقة، إذن هم اللي يردون عليك مو أنا طبعا، هم العراقيين. ويانا أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين المجاهدة البطلة. حياك الله يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد. بالنسبة العراق ما بين 2003 ولحد الآن جميع الحكومات اللي حكمت العراق، حكومة العبادي وحكومة المالكي، كل هذه الحكومات ما خلت يعني وضع العراق نحو الأحسن. العراق اللي قبل 2003 أستاذ محمد كان له مصانع وكان له مزارع، يعني أرض زراعية تقريبا 7 أو 4 دولم، يعني من الأراضي العراقية كانت تزرع الفلاح، الحكومة كانت تدعم الفلاح بالسماد والمبيدات. كل هاي الامور اللي كان الشعب العراقي يعني هو كان يصدر للخارج مواد يعني كثيره من الطماطم والكيفه وكافه الامور يعني اللي الاراضي الزراعيه كانوا الغرب او الشرق او دول الخليج، الثمر العراقي يعني في مكان يعني بالدول المجاوره سواء بالخليج او بالسعوديه حتى يعني دول الغرب، فكان لها طعمها يعني مميز، فكانت يعني من احسن الانواع خاصه عندنا التمور يعني كانت. طيب يعني ماشي انا بالنسبه للمنتجات حتى لا نقعد نعددها، هي كثيره ولا تحصى. انا اريد اسال حضرتك يا ابو عمر، اليوم لما يطلق العراقيون حمله خليها تخيس لمقاطعه المنتجات الايرانيه، ابو علي من البصره يقول ذولا اللي يطلقون ويدعمون هذه الحمله ذولا مرتزقه لدول اخرى. اليوم اللي يطالب بأن يكون بلده بلد يعتمد على نفسه، وعندما يطالب المواطن بإعادة تشغيل المصانع المحلية والوطنية وإعادة الثقة للمنتج الوطني، هل هذا عميل؟ هل هذا شخص يكون مرتزق؟ لماذا توجه هذه الاتهامات إلى من يطالب بإعادة العراق إلى مكانته السابقة؟ أستاذ محمد، كأهل الشعب العراقي إحنا ما عندنا عداوة ويا اي كان من هذول الاشخاص اللي موجود سواء ابو علي او بعض يعني المتصلين يتصلون، هذول الناس يعني مع احتراماتي لهم ولو يسمعونا، نحن حبهم لايران ولاهم لايران نفس لهم الشعب 38 مليون، فهم يعني ما يقدمون انه هذول 38 مليون على كم شخص يدعمون هذول الميليشيات والبيوت، هذول ما يمثلون الشعب العراقي. احنا لو ننظر وضع الشعب العراقي يعني للأسوأ يعني لا عنده منتجات، لا عنده تصدير، لا عنده صناعه، فاحنا ناخذ حكي العام ابو علي او غيره، احنا ما ناخذ كلامه استاذ محمد، لان هذول من ضمن هذول الزيول هذول حكومه الاحزاب، فاثناء ما يتكلم اي متصل لكم راسا من يشوف التكلم على ايران، يعني ايران بالمرحلة الاخرى، والشيء الاول اللي هي قدمت العراق يعني خلتها للوراء، يعني المنتجات الفاسده من حكومه الفاسده ومن العمال اللي يحكمون العراقيين من هذا العام اللي فاز عليه مقتدى صدر، كل هذول يحكمون، فهم شجعوا ايران، شجعوها ليش باقتصادها نمو اقتصادها وصار اقتصادها احسن، اما اقتصاد الشعب العراقي لعيد العائله حتى ما عندنا، طلبه عندنا قاعدين، خريجين قاعدين، كل هاي اسباب لها تاهل الشعب العراقي يعني انهياره ورجوعه الى الخلف. طيب احنا لو اكو كانت زراعه وكانت صناعه ممكن ما حدثت حال من خلافكم، يعني العراق بخير وزين وضعيته زينه
وصلت الفكرة يا أبو عمر، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا الكرام، قصة من أصحاب مصنع لإنتاج الشعرية، قصة من هؤلاء التجار تحدثوا بها إلي مباشرة، والقصة كانت كالآتي: أنه كان هناك إنتاج محلي، هناك مصنع شعرية في إحدى المحافظات العراقية، كان هناك إنتاج محلي لهذا المنتج، وكان هناك إقبال من العراقيين عليه نظرا للجودة وللسعر الجيد، لكن فتحت الأبواب أمام إيران لإدخال منتج الشعرية الإيراني إلى الأسواق العراقية، وإذ به هذا المصنع يغلق وينتهي الموضوع. عند السؤال: لماذا تم إغلاق المصنع ولماذا لم يكن هناك طريقة لمنافسة هذا المنتج؟ قالوا بأن قيمة الشعرية الواردة أرخص من قيمة المادة الخام التي نصنع منها الشعرية العراقية، يعني أرخص من قيمة الطحين إذا كانت هي تصنع من هذه المادة، أرخص من قيمة المادة الخام التي تصنع منها الشعرية ثم يعاد تعبئتها ثم تباع مرة أخرى، وبالتالي يدخل منتج رخيص للغاية بجودة أضعف من الجودة المحلية، أقل من الجودة المحلية، وطبعا في ظل غلاء الأسعار، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن العراقي، يقبل لا إراديا على شراء المنتج الأقل جودة الأقل سعرا في سبيل توفير بعض المال. وهنا يأتي ضرب المنتج المحلي عندما لا يكون هناك أي قيود على الحدود، أي قيود في دائرة الجمارك والضرائب وغيرها على المنتجات المستوردة، عندما يكون العراق بلد مفتوح بهذه الطريقة أمام كل البضائع، وطبعا ليست الإيرانية فقط، دول كثيرة تأتي بمنتجاتها لتبيعها في العراق، وهناك طبعا تسهيلات بسبب الصفقات الفاسدة واستفادة مادية عائدة على أحزاب وغيرها من شخصيات، وبالتالي يضرب المنتج الوطني. كما الحال مع الزراعة العراقية، الطماطم وصلت إلى مرحلة من المراحل هناك اكتفاء ذاتي بمحصول الطماطم العراقية، وتابعتم حضراتكم بمقاطع كثيرة عرضناها كيف أن المزارع العراقي ترك أقفاص الطماطم وسيارات التي تحمل الطماطم تتعفن لأنه لم يجد من يشتريها، لأن سعر الطماطم المستوردة ذات الجودة الأقل أرخص من قيمة المنتج الوطني، وبهذه الطريقة طبعا تحارب المنتجات الوطنية. أبو فاطمة من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أنا أبو فاطمة من صلاح الدين من ناحية يثرب نازح في مخيمات السليمانية مخيم عاشتي. نعم. أستاذ محمد، يعني أنا منين أبدي لك؟ من معاناتنا، من أطفالنا الذي احترقوا تحت الخيمة، وهذا كل كلام علي اسم الله ومحمد. نعم. إذا كذبني يعني أسألك لك على البرد اللي سقط علينا الثلوج وكتلت الأطفال، يعني من أبدي لك؟ نعم. أستاذ محمد، اليوم يعني أنت محافظ صلاح الدين. نعم. صار لي 7 سنين وهاي السنة الثامنة أنا نازح في مخيمات السليمانية. نعم. جيتني وزرتني وسألتني بالخيمة شنو معاناتك، شنو المانعك عن الردة، بيتك مهدم، سألتني قلت لي بيتك مغتصب، يعني ليش؟ نعم. ليش مو أنت سيد المحافظ صلاح الدين وتقدمت على اليمين وقسمت اليمين إني ما أمشي غير بالطريقة الصحيح؟ يا صحيح هذا؟ نعم. يا صحيح يا يمين اللي قسمته، يعني أنا أطفالنا قسما بالله وكلام الله والقرآن الكريم وكلها تسمعني. نعم. طفل عمره 7 أيام توفى بسبب الثلوج وبسبب الخيمة، يعني باردة حال، صار برد أكثر من الطاقة وتوفى هذا الطفل. نعم. يعني هسه أنا أستاذ محمد، أنا مواطن، أنا من بلدك، أنا أنا ما جاي أحاكيك من غير دولة. نعم. يعني أنا ما بيني وبينك حس على القليل، يعني ما تفرق عني بيني وبينك إلا 7 ساعات بيني وبين المحافظ وبيني وبينك، شنو السبب اللي يخليك ما تجي علي وتسألني؟ نعم. ليش ضال؟ شنو اللي مبقيك في الخيمة؟ شنو احتياجاتك؟ أنت محافظ علي، أنا وين أروح؟ نعم. أنا وين أتوجه؟
برايك هل يرضيك يا استاذ محمد؟ فاطمة برايك ليش ما يسمعون اصواتكم ومناشداتكم؟ اليوم حتى الحملات الاغاثيه تاتي من جهات اهليه، من منظمات خاصه، من متطوعين محليين، ماكو دور حكومي، ليش ما يسمعوكم ولا يجون عليكم؟ استاذ محمد كل شيء واضح ومطروح على الساحه، كل شيء مبين، يعني انت تعرفه وانا عارفه، بس اذا انا حكيت راح اقع بيه، واذا انت حكيت راح تقع بيه. تقع على الابرياء. استاذ محمد المحافظ يجي ليه جاي؟ قال له امر. امر من العصائب. امر من نيران. انا لا، شنو اللي يمنعك؟ انا من بلدك، من ديرتك. مو عيب باكر اذا تلقاك انا بسوق. مثل ما تدحج على ابنك، مثل ما تدحج على ابنك، شلون مرتاح؟ دحج على اطفالنا اللي غرقوا بالثلوج. تعال تعال شوفني، تعال. تعال سيد المحافظ، يعني ليش؟ سيد حتى لو مو بخاطرنا. سيد ابو فاطمه، يعني انا اتمنى رساله حضرتك وصوتك ومناشدتك تصل الى هؤلاء المسؤولين في حكومات الاحتلال بشكل عام، اللي تسلقوا على ظهوركم وصعدوا على اكتافكم عندما او قبل كل انتخابات في سبيل الوصول الى المناصب، وبعد المناصب كالعاده يختفون، والدليل انه بعد الانتخابات مباشره حدثت هذه الكارثة بالنسبة للمخيمات، ولم يزوركم أحد، لم يأتي أحد إلى المخيمات. طبعا الحديث بشكل عام، أشكر السيد أبو فاطمة من صلاح الدين. هذا هو أو هذه هي سياسات حكومات الاحتلال: الضحك على العراقيين قبل الانتخابات، الوعود الوهمية، إيهام العراقيين بحياة مزدهرة، وعود تعطى لمن يتمسكون بقشة في سبيل النجاة من النازحين، من الذين يسكنون في العراء، من أصحاب الحاجة، في سبيل أن يصوتوا وأن يختاروا هؤلاء، وبعد ذلك تبدأ الصفقات والمساومات والاتفاقات، ويترك المواطن بمعاناته، باستنجاداته، باستغاثاته، يعاني، وله الله طبعا أولا، وبعد ذلك له الشعب العراقي الذي يتعاضد فيما بينه وبين كل الأوقات وبين كل الأزمات في سبيل أن يساند بعضه البعض، وهذه طبعا شاهدناها في الفترة الأخيرة الخاصة بقضية النازحين. ويانا السيد محمد من أمريكا، تفضل يا محمد، حياك الله. السلام عليكم، حيا قناة الرافدين. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي. دولة يعني ما يريدون العراق ينهض، هاي الميليشيات التابعة لإيران، هاي الأحزاب حشاك الوطخة التابعة لإيران، دولة أهل العمايم هم يريدون يدمرون العراق من ساعة الراسة. نعم. من 2003 في المو العراق هجموه هجم، لا خلوا صناعة، لا زراعة، ما يريدون. عمي يطلع لك واحد دي من إيران يقول لك لا سعودية. عمي السعودية شعديها؟ عمي إيران تخلي لكم مخدرات، وهي الطماطة وهي المعجون، كل شيء جاي يسووه، حتى أكل سام جاي يدز لكم، الدجاج الفاسد، أنواع كل شيء جاي يدز لكم فاسد. هو السؤال، هو هذا السؤال يا سيد محمد، ليش كل ما نطرح قضية تخص إيران وما تسببه إيران للعراقيين قالت السعودية وحكت السعودية؟ هل الوجود السعودي بالعراق مثل الوجود الإيراني؟ هل هناك تأثير سعودي على القرار السياسي في العراق؟ هل السعودية لديها ميليشيات ترفع علم السعودية وتقول لو تحارب العراق مع السعودية سنقاتل مع السعودية؟ هل شاهد المواطن العراقي ميليشيات تتبع للأردن في العراق، تتبع لتركيا في العراق؟ هل شاهد العراقيون ميليشيات كويتية في العراق؟ مو كلها إيرانية، مو كل السيطرة إيرانية. على من يريدون أن يضحكوا ويوهموا العراقيين؟ الحدود مو كلها مقرات لميليشيات الحشد وغيرها؟ يعني اتحداهم يصلون حشاك ويقتلون للمعالي السعودية والكويت وقطر وما قطر، هذول جاي يحتون ذيول ايران، صوروا مثلهم لازم يطيد ايران. لا ابو سيد محمد، سيد محمد لو سمحت انا اقطع وياك الاتصال، يعني تتعصب تغضب، لكن حافظ على الفاظك، انت على الهواء مباشره، ما يصير هذا الكلام، يعني ارجو منك الانتباه، لانه اللي تفضلت به هذا الكلام غير لائق، واقطع وياك الاتصال، ينتهي لغايه هنا. ابو شيماء من بغداد، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك استاذ محمد. من لدي الابال هذا كان يشتغل وين؟ امريكان وراح، سوى له دعوه وراح.
شلون شلون يا ابو شيماء؟ شنو ابو شيماء على كيف بس ما فهمت شنو تفضل؟ هذول يا استاذ محمد هذول كانوا يشتغلون وين القوات الامريكيه؟ هذول بامريكا هذا قرايبي نفس الشيء هم راحوا وياهم كانوا يشتغلون وين القوات الامريكيه؟ اي سووا لهم دعوه وراحوا تمام هذول لا تكتب عليه خليه يكتب على العراقيين على هاي عاده هاي عند طيب هسه عفنا عفنا من محمد من امريكا عندك ابو فاطمه من صلاح الدين وعندك ابو عمر من بغداد تفضل الو وياك يا ابو شيماء اي استاذ محمد فيقول أيه. يعني تقول السعوديه صار محمد مو دزونا 5000 انتحار طيب ها مو أيه. دمرونا 5000 انتحار السعوديه شو ما بتدخل بشؤون العراقيه يرحم والديك استاذ أيه. محمد ايش وقت دزوا لك اياهم؟ هو رئيس وزراء قدي وبالسعوديه اول امبارح طلع قال انا رئيس الوزراء بس لحظه رئيس الوزراء العبادي قال هذا الكلام؟ دخل العراق بس لحظه رئيس الوزراء العبادي قال هذا الكلام؟ رحم الله دير علي هذا على اليوتيوب وانا قدامك طيب. بس راح اسالك سؤال انت تصدق بالعبادي؟ شلون عاد رئيس وزراء استاذ العقائد عام القوات المسلحه تمام الاعلام والعالم كله سمعته تمام انت تصدق باللي حكموا العراق صار لهم 18 سنه يا ابو شيماء؟ استاذ محمد هو احنا ما علينا قصدي يعني حكمه هاي صار حال واقع لا 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 انا شنو قصدي يا ابو شيماء؟ انا اريد اسال حضرتك هل انت تصدق بهؤلاء اللي يحكمون العراق صار لهم 18 واحنا حنصير 19 سنه اليوم تصدق بيهم؟ استاذ محمد هي مو قضيه هذا اعلام يعني مو قضيه هو يعني من مصادر يعني انا بقول لك من السؤال ابو شيماء شنو قصدي من السؤال؟ قصدي انه هؤلاء اللي ما بنوا شارع ما بلطوا شارع ولا بنوا مدرسه ولا مستشفى واللي انطوك وانطوا غيرك من العراقيين وعود انه انتم حتعيشون ملوك في قصور ذولا اللي كذبوا على العراقيين هل تصدق بكلامهم هل تثق بتصريحاتهم هذا هو السؤال استاذ محمد هو احتياج هو العراق عفوا اي عراقي يعرف ماكو خدمات هاي متين عنده فاحنا من يعني هو المفروض العيب بينا يعني بالحكومه هي هاي المتعاقبه صحيح وياك راني ماكو خدمات ماكو تطور ماكو بنيه تحتيه هاي طيب هم وعدوا ابو شيماء وعدوا العراقيين ان هم حيعيشون حياه مزدهره صح لو لا؟ اي هم احتياجي ليش ما سووا الحياه المزدهره للعراقيين؟ استاذ محمد هذا كل من يقول قسم مثل هسه ماكو بيناته ماذا مقتدى يريد الحكومه إيه؟ اي وذاك يريد ما ادري شنو هو انت مقتدى مو وصل لك الجد بالحكومه اذا انت تتفق وياي ان هم كذابين اي وانا وياك انا استاذ محمد هاي الشغلات انا مو مختلفين طيب. بس هو استاذ مقتدى تقصر الحكومه اذا خلينا سيد ابو شيماء اذا خلينا ننتهي من قضيه تصريحاتهم لان هم كذابين والكذاب مثل ما يكذب على ابن بلده يكذب بالاعلام يكذب وراء الاعلام كذاب اتركنا من تصريحاتهم وهاي الارقام اللي تفضلت بها لانه هم ذولا اذا عندهم مشكله ويا دوله يلفقوا لها تهم مثل ما يلفقون تهم للابرياء العراقيين بالسجون انا بس هسه اريد اسال حضرتك اليوم اكو حمله عراقيه لمقاطعه المنتجات الايرانيه ومو بس الايرانيه خلينا نضيف لها احنا نقول المنتجات الاجنبيه بس الإيرانية بشكل أخص لأن هي هاي الحملة ضد إيران ليش اليوم ما عندنا صناعة وطنية محلية ليش العراق يعتمد على إيران بالمنتجات أستاذ محمد هو إحنا العراق قبل 20 هسه 40 مليون تعرف مي ماكو قليل فاحنا مو بس احنا تدري ذاك اليوم من عود استيراد الطماطه صارت الطماطه كيلو ب 3000 دينار مو احنا فلاحنا احتراماتي لك مو طماع ما يفكر بالمهاد هسه الباذنجان من عود تدري بيتك الباذنجان بنفوض من عود مستورد بس العراقي تقبل انت بشرب والناس ما عاد تذبح بعضها ما شلون يعني هاي ايران ترى فضل انه يعني بالنسبه لو مو ايران ابو شيماء ليش ابو شيماء ليش المنتج العراقي غالي؟ تفضل ليش المنتج العراقي غالي؟ الفلاح يشتغلها استاذ العزيز الفلاح اقل طيب. خلل ذاك اليوم الطماطه منعوها راسا صعدوها ب 3000 هسه الطماطه توفرت الحمد لله لان هي طماطه ابو شيماء 500 كيلو بس اسمح لي موجوده تعرف حضرتك ليش تعرف حضرتك بس اسمح لي ابو شيماء تعرف حضرتك ليش ترتفع اسعار المنتجات المحليه الزراعيه؟ اولا لانه ماكو دعم للفلاح فالفلاح يصرف من جيبه، ثانيا العمله العراقيه انهارت مقارنة بوقتها السابق
فاليوم ارتفاع المواد الأولية من سماد، من غيرها من أمور، من مبيدات حشرية، معدات زراعية، كل هذه الأمور ارتفعت قيمتها في الأسواق. فأنت من المنطقي إذا أنت تاجر أو مزارع اليوم إذا عندك منتج تريد تروج له أو تبيعه أو تزرعه، اليوم لما حتشتري المواد الأولية مالتها حتشتريها بسعر غالي مقارنة بالوضع السابق، وبالتالي اليوم يصير عليك المنتج كنتيجة نهائية غالي، حتبيعه للناس غالي لأن هو كلفك أصلا تكاليف عالية. فبالتالي هي مو صوت المزارع أنه هو طماع، المشكلة أنه أنت ما عندك دولة موفرة دعم، موفرة تخفيضات للمزارع، مسهلت له الأمور، ولذلك المزارع يضطر أنه يرفع قيمة البضاعة النهائية، قيمة المنتج النهائي. وهذا السبب اللي يخلي المنتجات العراقية غالية، لأنه ماكو دعم حكومي، لأن أكو محاربة للصناعة المحلية. ولذلك تروح أنت تشتري الطماطة الإيرانية الأقل جودة، في حين الطماطة العراقية التي يضرب بها المثل تترك لتتعفن. هذا هو الوضع النهائي. فقدنا الاتصال ويا أبو شيماء. أبو علي من لندن تفضل، حياك الله. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنا أعتب على قناة الرافدين، يعني ما أعرف جاي تستقبلون ذيول وعبيد إيران أصلاً، يعني الناس من تسمع ذولا جاي يستفزون الناس. يا أخي ذولا أبو علي كل الاحترام والتقدير لكل واحد يدخل بأدب بلا تجاوز، مخالف بالرأي خليه خالف، أنت ادخل اطرح اللي عندك، تفضل. أنا جاوزت؟ لا أنا أقصد على الأخوة اللي يتصلون اللي تراهم معارضين. كل من يدخل ديون، كل واحد عنده 5-6 رواتب. اللي يوصف حيدر العبادي هو بالرجل قائد قوات المسلحة ورئيس الوزراء، كل أنت يا ديل الإيران، إيش قد يملك حيدر العبادي؟ 20 مليار دولار يملك حيدر العبادي، من أين لك هذا يا حيدر العبادي؟ بعدين إيران دمار العراق كله من وراء إيران، إيران حرقت المزارع، حرقت المصانع. سنة 2010 نائب محافظ النجف عبد الحسين عطان راحوا المزارعين إلى قالوا له يا 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 أخي احكي ويا المحافظ، ادعمنا بالسماد، ادعمنا بالزراعة، نريد نزرع يا أخي، نريد نزرع، نريد نعيش عوائلنا. تدري شو يقول لهم هذا عبد الحسين عطان العجمي المجوسي؟ يقول لهم والله أسألكم بديش الطماطة تكلف؟ مثلا قالوا له 1000 دينار الكيلو مثلا. قال لهم خوب احنا نجيب طماطة 500 دينار من العراق من إيران. هو هالشكل ينقاص الدولة؟ هو هالشكل تنقاص الدولة؟ أخي دمار العراق كله. تفضل اليوم دخلت حبوب مخدرات على طريق الحرس اللاثوري الإيراني الإرهابي، دخلت من سوريا. اليوم أكثر من 100 مليون حباية مخدرات. زين، ودول الديون أخي لا تستقبلون دول الديون، دول يستفزون الشعب العراقي. سيد أبو علي كل اللي يدخلون عندهم وجهات نظر مختلفة مرحب بهم، طالما مثل ما قلنا طالما يتحدث بأدب. إذا أنت استفزيت ادخل تفضل شارك ورد عليه، رد عليه بما لديك بدون تعصب بدون تجاوز لو سمحت، حتى يكون هناك أخذ ورد. قد أنت بمعلوماتك برأيك تقنعه، قد يغير رأيه. داعش مو الحرس اللاثوري الإيراني الإرهابي دخل داعش، مو بشار الأسد دخل داعش. مسرحية داعش من سواها أخي؟ أنا مو دفاعا عن السعودية، اليوم الكهرباء الطفن السعودية كهرباء مجانا، نطتنا كهرباء السعودية، مو دفاعا عن السعودية أخي، ولا دفاعا على أمريكا ولا أخي أنا عراقي دفاعا على وطني. أنا ما أسمح الدولة تجي يا أخي، الحدود مباح بالنسبة لإيران، مباح أمام الميليشيات والعصابات دولة في الخمراء. أشكرك يا أبو علي من لندن، شكرا جزيلا لحضرتك. هناك تصريح لوزير الصناعة الأسبق محمد صاحب الدراجي اللي قال في وقت سابق أنه كان هناك تهديدات جاءت إليه بشكل غير مباشر أو مباشر، أنه لا تسوي صناعة وش تريد ننطيك، لا تسوي صناعة في العراق. هذا كلام من وزير صناعة سابق، لا تسوي صناعة في العراق وش تريد ننطيك، وإذا تسوي صناعة مع احترامنا، ولكن هو بحسب النص اللي ورد وهو موجود المقطع بإمكانكم تتابعوه، إذا تسوي صناعة ننعل والديك.
إذن وزير الصناعة يقول بأنه جهات تأتي وتقول له لا تسوي صناعة، وش تريد ننطيك؟ ومن تسوي صناعة ننعل والديك. من هاي الجهة التي لديها القدرة أولا على تهديد وزير، ثانيا التي تريد تدمير الصناعة العراقية بهذه الطريقة بهذا الاستقتال، التي تغري الوزير في سبيل إغلاق المصانع وإنهاء الصناعة التي تسعى دائما لتدمير المنتج الوطني؟ أني بالنسبة للإخوة اللي يتصلون ويعتبون على هذه الدولة ويهاجمون تلك الدولة، بغض النظر الوسم اليوم ضد من؟ هو ضد إيران أولا نعم، لكن بغض النظر لنقول أنه وسم عام، لماذا لا يكون هناك دفاع عن المنتج الوطني، عن الصناعة العراقية، بدل محاربة هذا وشتم تلك الدولة وغيرها؟ لماذا لا يقف المواطن العراقي من الإخوة اللي هم داخلين هاجمين شوية، يقفون ضد كل الاستيراد الخارجي؟ طبعا للعلم مشاهدينا، الدول التي تصدر للعراق هي دول تستورد أيضا، يعني تركيا دولة تصدر إلى العراق لكنها دولة تستورد من إيران أيضا، مصنفة الرابعة على مستوى الدول التي تشتري من إيران بضائع، لكنها أيضا تبيع لإيران. لكن هنا السؤال، العراق ماذا يبيع؟ العراق ماذا ينتج؟ اليوم لما نشوف أنه العراق يشتري من هذه الدولة وتلك وتلك وتلك، لكن في المقابل ماذا يبيع بخلاف النفط؟ ما الذي لدى العراق لكي يصدره للخارج حتى يكون هناك تبادل تجاري؟ لماذا اليوم العراق بلد مستهلك فقط دون أن يبيع أي منتج؟ أبو عراق من الفلوجة تفضل. السلام عليكم أخي أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة لهم جاي يطلعون يتصلون ويدافعون عن الدولة، أنا أقول الله لا يوفق كل واحد ولا عن غير عراقي. أريد الشريف ويقول أنا عراقي هل يكون ولاء للعراق. أما المطبلين ذولا طبعاً. نعم. الفقرة الثانية أستاذ محمد. نعم. بالنسبة للعراق، ليش جمدوا الصناعات كليتها؟ جمدوها. نعم. حتى الدول البقية تستفاد. يعني نجيك للزراعة، الزراعة هسه الأخ اللي اتصل شوية يقول الفلاح يتبطل، لا مو الفلاح. والله لو اكو حكومة صحيح تدعم الفلاح. نعم. والله الطماطم تصير مو بربع، أقل من ربع. نعم. بس الحكومة غاضبة النظر. استفادة منين؟ استفادة من الدول البقية. نعم. ما أقول لك بس إيران، من كل الدول. نعم. سعودية وكويت وإيران وتركيا. نعم. فأخوي أبو شيماء وأنت الأول أخ أبو علي، أنا أطلب منكم طلب واحد، أريد ولاكم يكون عراقكم هذا اللي تربيت. نعم. فيه. أبو عراق، أبو عراق، ما كان أكو أي مشكلة عندما تكون هناك منفعة متبادلة بين دولتين، يعني العراق يشتري من تركيا ويبيع لتركيا ويشتري من إيران ويبيع لإيران. لكن اليوم إحنا لما نشوف إيران كدولة أولى مسيطرة على السوق العراقية وبعدها تأتي باقي الدول، لكن إيران أولا، إيران اللي غزت السوق العراقية بمنتجات منها غير صالحة للاستهلاك البشري، وياما كانت هناك فضائح بمعجون طماطم ودجاج فاسد وبيض فاسد وغيرها من هذه المنتجات اللي قادمة من السوق الإيرانية اللي تباع للعراقي بأضعاف ثمنها الأصلي. طيب ليش ما يكون للعراق مصانع؟ ليش ما يكون للعراق صناعة؟ من المستفيد من تدمير الصناعة المحلية؟ بالنسبة للمستفيد الأول هي الدول اللي جاي تصدر، زائدا مساعدة الحكومة، نفس الحكومة هي جاي تساعدهم على هذا. نعم. أستاذ محمد، الحكومة نفسها جاي تساعدهم، يعني مجمدة كل الصناعات في سبيل إيران وغير إيران تستفاد. إحنا لو أكو حكومة صحيحة أستاذ محمد. نعم. ولا ليش إحنا زراعتنا قليلة؟ يعني هسه عندك المي السد ماله من شدوه. أيه. هذا بقصد بيه ليه؟ حتى الفلاح وبعد شيء يزرع على مي ماكو. فالعيب يا استاذ محمد، اول شيء عيب بالحكومه مالتنا. أيه. اثنين، والله الشعب لو يتوحد، لا ايران ولا سعوديه ولا كان ما نكون يقدر علينا. نعم. بس يا اخي احنا
مثل ما تسلك الاخ ابو علي بالبصره ما يقبلوا، دول يقول لك يا عم نقبل واحد، لا انا من خلال هذا المنبر استنكر واستنكر اي واحد يرجع لاي دوله. اخوان يا عراقيين اصحوا، خلوا ولاكم العراقكم هذا، عراقكم اللي ربى اباكم وربى اجيالكم. سيد أبو عراق من الفلوجة أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، يبقى الحديث دائرا بخصوص قضية الصناعة العراقية، وخاصة اليوم عندما نرى هناك تفاعل عراقي كبير تجاه قضية محاربة المنتجات الإيرانية، مقاطعة إيران. إيران تختلف عن الدول الأخرى التي يستورد منها العراق منتجات، إيران لديها ذراع مسلح في العراق، إيران تتحكم بالقرار السياسي في العراق، إيران لديها نواب ووزراء ولديها مسؤولون في حكومات الاحتلال لديهم ولاء مطلق لهذه الدولة، يستطيعون وبسهولة أن يبدوا مصلحة إيران على مصلحة العراق، لديهم القدرة على جعل العراق ساحة خلفية لإيران وبلد مستهلك فقط في سبيل انتعاش الاقتصاد الإيراني، وهذا ما يفعلونه فعلا. إيران لماذا يريد العراقيون مقاطعتها؟ لماذا أصلا يرفع العراقيون شعارات ضد إيران فقط دونا عن بقية الدول؟ لأن بقية الدول لديها منافع، لديها رغبات بالاستفادة من العراق ماديا، نعم، وهذا حق مشروع لكثير من الدول عندما تنظر إلى دولة ضعيفة، لكن عندما نقول بأنه هناك دولة مثل إيران تسعى للاستفادة المادية وتسعى لتدمير العراق أمنيا وسياسيا وعسكريا وكل جوانب الحياة الموجودة والمتواجدة في العراق من بنية تحتية، خدمات، تعليم، صحة، قضاء وغيرها، هي مدمرة بفعل إيران. هذه هي الأسباب التي تقود العراقيين اليوم إلى محاربة إيران أو محاولة إنهاء الوجود الإيراني في العراق. الحملة مستمرة، الحملة يريد العراقيون في مواقع التواصل أن تكبر، أن تنشط، أن تكون موجودة على الأرض. الحديث ليس فقط في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم دعوات عراقية للعراقيين في الداخل إلى أن يجدوا المنتج البديل، إلى أن يدعموا المنتج الوطني، إلى أن يرفعوا أصواتهم في سبيل دعم المنتج الوطني على حساب باقي المنتجات، وأن ينهوا الوجود الإيراني الاقتصادي في العراق كبداية، ثم بعد ذلك ربما قد يكون إنهاء تام للوجود الإيراني. فإذا هي دعوات لمقاطعة المنتجات الإيرانية لمن يريد أن يقدم خدمة إلى هذا البلد المنكوب، أن يساعد العراقيين الوطنيين في توسعة نطاق هذه الحملة، عليه أن يدعم بشكل أو بآخر أقل أو أضعف الإيمان كما يقال بمقاطعة المنتجات الإيرانية، والبحث طبعا عن بديل أنسب يفيد العراقيين. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.